هنتكلم ان ديتيلز على الفكره الخاصه بالاوتوميشن والبروجرامابيلتي، ونقول ان الاوتوميشن اسمه SDN Software Defined Network. ليه اسمه SDN؟ لان فكره الاوتوميشن بتقوم على ان انا اعمل مانجمنت للنتورك بتاعتي من خلال سوفت وير، فالاوتوميشن بقى اسمه SDN Software Defined Network. طيب مين هو السوفت وير اللي انا عن طريقه اقدر اعمل للشبكه بتاعتي مانجنج كنترولنج امبلمنتنج اند ادمنستريتنج؟ قال لك ان السوفت وير ده هو الكنترولر. يبقى انا دلوقتي اقدر اعمل للشبكه بتاعتي اداره وكنترولنج وامبلمنتنج وادمنستريتنج من خلال السوفت وير. السوفت وير ده هو الكنترولر، لكن احنا قلنا انه النهارده ممكن الكنترولر ده كسنترال بوينت يحصل فيه فيلير او اتاك والنقطة دي تقع، فأنا محتاجة يبقى عندي أكتر من كنترولر، مثلا يبقى عندي 2 أو 3 أو 4. المفروض أنه لو واحد فيهم حصل له فيلير التاني بيقوم مكانه. إدارة الشبكة عن طريق السوفت وير اللي هو الكنترولر، قلنا إن الكنترولر بيقوم بالفانكشن بتاعته أو التاسك بتاعته من خلال مجموعة من التولز اللي بتبقى موجودة عليه. زي إيه؟ زي البابت، زي التشيف، زي الانسبل. بيقولك دلوقتي إن الكنترولر ده ممكن يبقى عندنا له شكل من 2. ايه هما الشكلين دول؟ قالك يبقى انت عندك السيرفر بتاعك وتحط عليه السوفت وير بتاع الكنترولر اللي هو عن طريقه تقدر تمانج النتورك بتاعتك. طب ده اول شكل. طب تاني شكل قالك او ان انت تروح تجيب سيرفر بالكنترولر بتاعه، مالكش علاقة ان انت تروح تجيب الكنترولر او تنزل السوفت وير بتاع الكنترولر، لا ده هو اصلا السيرفر ده هيبقى موجود معاه الكنترولر بتاعه. زي ايه؟ زي السيرفر بتاع سيسكو. السيرفر بتاع سيسكو ده اسمه DNA، وهنعرف DNA اختصار لايه بالظبط. فقالك ان السيرفر بتاع سيسكو ده المفروض ان هو عليه الكنترولر بتاعه، ما بتروحش تنزل عليه سوفت وير بتاع الكنترولر، والكنترولر بتاعه اسمه ايبك. تمام. بيقولك بقى انه عندنا زي ما قلت من شوية انه انت محتاج تحط اكتر من كنترولر على السيرفر بتاعك ده لو انت هتنزل السوفت وير بتاع السيرفر، وفي نفس الوقت حتى لو انت هتروح تجيب سيرفر بالكنترولر محتاج هنا عندك اكتر من سيرفر باكتر من كنترولر، لان السيرفر ده بيجي بالكنترولر بتاعه، فده هيعمل لك تكلفة كبيرة جدا. طيب المشكلة لو انا البادجت بتاعتي ما تسمحش، واكيد مش هتسمح، لانه انا النهاردة عشان اروح اجيب سيرفر بالكنترولر بتاعه واجيب اكتر من سيرفر ده هيكلفني مبالغ مادية كبيرة قوي. قالك ممكن نحل المشكلة دي عن طريق الكلاود SDN، ان انت النهاردة تأجر SDN بتاعك من خلال الكلاود، يعني ما يبقاش موجود معاك فيزيكالي داخل الشبكة بتاعتك، لكن تقدر توصله ريموتلي عن طريق الكلاود. وده كان حل من الحلول اللي احنا عن طريقها نقدر يعني نتغلب على المشكلة بتاعت الكاست. يبقى احنا النهاردة عايزين نطبق فكرة الاوتوميشن اللي هي عبارة عن سوفت وير بعمل منه ادارة للنتورك اللي موجودة عندي، والسوفت وير ده هو الكنترولر. قالك هتحتاج اكتر من كنترولر، لانه النهارده لو في واحد حصل له فيلير او اتاك محتاج ان يبقى عندك البديل بتاعه، عشان الشبكه بتاعتك من غير الكنترولر هتبقى باورلس، يعني كل الاجهزه الموجوده عندك دي ولا ليها اي لازمه ولا كانها موجوده. السوفت وير ده او الكنترولر مسؤول ان هو يعمل اداره كامله للشبكه بتاعتك. قلنا انه هنا سيسكو وفرت لنا الكنترولر ده في شكل سيرفر موجود عليه الكنترولر بتاعه، وقلنا ان انت ممكن يكون عندك السيرفر بتاعك وتروح تحط عليه السوفت وير بتاعه الكنترولر اللي انت محتاج تشتغل عليه، وقلنا ان الكنترولر بيقوم بالفانكشن او التاسك بتاعته من خلال التشيف او الانسبل او البابت، ودي عباره عن تولز بتبقى موجوده عليه. تاني حاجة بيكلمنا على اللي هو التركيب او التكوين الاركيتكشر بتاعة الـ SDN. هو الكنترولر ده بتكون من ايه؟ ايه هي المكونات بتاعته؟ قالك بتكون من 3 layers اللي هو الـ Underlay Network والـ Overlay Network والـ SDN Fabric.
لو اتكلمنا على اخر لاير او اللي هي ال SDN Fabric، فانا هنا بتكلم على ال Devices او ال Infrastructure بتاعت ال Network بتاعتي، الاجهزة اللي موجودة عندي زي ال Routers او ال Switches. فبيقول لك the physical devices used to build the underlay. انا دلوقتي المكون الاساسي لل underlay بتاعتي اللي هي الديفايسز، وبيقول لك ان الديفايسز دي انا هعمل لها كنترولد او هعمل لها مانجمنت عن طريق الكنترولر. في التراديشنال نتورك كان عندنا حاجه اسمها الباسيف سوليوشنز والاكتيف سوليوشنز. طب ايه هي الباسيف سوليوشنز والاكتيف سوليوشنز؟ قال لك ان الباسيف سوليوشنز دي بنتكلم على الاجزاء الفيزيكالي. ايه هي الاجزاء الفيزيكالي؟ يعني بنتكلم على الكونكتورز، الانترفيسز، البورتس، الكابلز، الار جي. طب ايه هي بقى الاجزاء الاكتيف سوليوشنز؟ قال لك لا، هنا بقى بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الكونفيجريشن هيحصل له عن ازاي من خلال البروتوكولز. يبقى احنا دلوقتي لما هنتكلم على الاجزاء الاكتيف اللي هي هتبقى الاساس بتاعنا بقى في الاوتوميشن، يعني دلوقتي الاجهزه اللي موجوده عندي اللي هي المكون الاساسي او الانفراستراكشر بتاعه الشبكه بتاعتي، احنا دلوقتي لما نطلع للجزء الثاني اللي هو الاندرلاي نتورك، فبيقول لك دلوقتي ان احنا هنتعامل مباشره مع الاكتيف سوليوشن، ملناش دعوه بالباسيف سوليوشنز. يعني ايه؟ يعني انا هنا هيبقى عندي البروتوكولز والفيتشرز اللي هتعمل لي ريتشابيليتي ما بين الأجهزة وبعضها البعض. يعني إيه دلوقتي؟ يعني المفروض إنه أنا في الـ underlays هيبقى عندي في الـ underlay network هيبقى عندي الـ protocols والـ feature اللي زي ما بقول كده هتعمل لي reachability ما بين الأجهزة. يعني هتبقى هنا مسؤولة عن الـ management والكونكشن اللي هتحصل عندي ما بين الاجهزه. بيقول لك كمان ان احنا في الاندرلاي نتورك هيبقى عندنا اوبن ستاندرد بروتوكول. هو السوفت وير بتاعنا ده ممكن يبقى سوفت وير محدد اللي هو الكنترولر، ما الكنترولر عباره عن سوفت وير، فقال لك ان السوفت وير ده ممكن يبقى اوبن اكسس او يبقى سوفت وير انت بتجيبه تبع شركات محدده. فلو انت هتشتغل اوبن ستاند اوبن سورس تمام، فهتبقى برضو according أو related للcontroller ده هيبقى البروتوكولز بتاعتك open standard، هتبقى open زي ال OSPF أو ال ISIS. كل ده بيقولك ان هو يعتبر بالنسبة لنا هنا ده ال passive solution. يعني بيقولك هناك زي ما كان عندنا في الـ traditional network الـ passive solution جزء أساسي، لا هنا بيقولك إن الأساس بتاعنا بيبدأ من الـ active solutions اللي هي الـ protocols. تمام، نطلع بقى للجزء الثالث اللي هو الـ overlay network. إيه هي الـ overlay network؟ قالك أنا دلوقتي عندي الأجهزة دي اللي هي موجودة عندي في الـ underlay network، أنا عايز أعمل عليها virtual network. طب إزاي أنا هكريت virtual network على الأجهزة؟ قالك من خلال protocols معينة. الـ protocols دي زي إيه؟ قال لك دلوقتي عندي حاجة اسمها الـ VRF، الـ MPLS VPN والـ VXLAN. تمام، يبقى أنا كده عرفت إيه هي الـ architecture بتاعة الـ SDN اللي أنا هتعامل معاه. طيب بعد كده بيتكلم إزاي هعمل implementation للـ SDN. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الأجهزة اللي موجودة عندي اللي هي في الـ SDN Fabric اللي أنا بنفذ عليها البروتوكولز اللي موجودة عندي أو اللي بتمثل الـ Active Solution في اللي هو الـ Underlay Network، المفروض دلوقتي أنه أنا عايز أعرف الـ SDN دي هيحصل لها تنفيذ إزاي، Implementation إزاي. قال لك في عندنا 2 Approaches. إيه هي الـ 2 Approaches بتاعتنا؟ في حاجة imperative وحاجة declarative. يعني ايه الكلام ده؟ باختصار شديد ال imperative ان انا دلوقتي الاجهزة اللي موجودة عندي داخل ال network بتاعتي مش هتقدر تاخد اي قرار او تعمل implement لاي حاجة الا من خلال ال controller. ال controller ده هيبقى هو المرجع الاساسي ليها او هو اللي هيخليها تنفذ كل حاجة step by step. يعني دلوقتي لما تحب تنفذ اي حاجة بتروح تقول له احنا هنعمل ايه، يبدأ يقول لها الستيب رقم واحد كذا،
طب انا خلصت ستيب رقم واحد، يبدا الراوتر يكلم الكنترولر ويقول له ستيب رقم اتنين هتبقى ايه، فيقول له ستيب رقم اتنين هتبقى كذا. يعني ايه؟ يعني هيديله الكوماند اللي هينفذه، يعني هيديله الانستراكشن اللي هو هيعملها. خلصت ستيب رقم اتنين، يقوم الراوتر مكلم الكنترولر يقول له انا خلصت ستيب رقم اتنين، يقوم الكنترولر قايل له ستيب رقم تلاتة هتبقى كذا. معنى كده انه لو حصل فيلير واتاك في الكنترولر ووقع، فخلاص هنا كده الراوتر بتاعي ده مش هيقدر يعمل اي حاجة. طب الطريقة دي ارجحها او تبقى recommended امتى؟ لما اكون بتعامل مع شبكة، او يكون الكنترولر بتاعي هيبقى موجود عندي داخل الشبكة بتاعتي، ما هو يعني موجود بشكل فيزيكالي، السيرفر بتاعي موجود عندي، او اللي هو الكنترولر بتاعي موجود عندي داخل الشبكه، مش بتعامل معاه من خلال كلاود، اما موجود على السيرفر اللي موجود عندي داخل الشبكه، او كسوفت وير انا حطيته على السيرفر بتاعي. لكن انا دلوقتي لو هاجره او هتعامل معاه ريموتلي من خلال الكلاود، مش هينفع ان انا اتعامل معاه بشكل imperative، لان الimperative هنا بيعتمد على ان الاجهزه بتاعتي معتمد اعتماد كلي في كل ستيب في كل procedure بتقوم بيه على الكنترولر. فلو حصل اي حاجه اصبح النهارده انه الاجهزه دي ولا ليها اي قيمه، بنقول عليها powerless. فبيقول هنا the control plane resides completely in the controller، يعني التحكم او المانجمنت بتاعت الشبكة كلها من خلال الكنترولر. فبيقول لك ان الكنترولر has the complete control over programming and forwarding decision. بيقول ان الديفايسز دايما بتعمل asking للكنترولر before any forward routing action، قبل ما تاخد اي action بتسأل الكنترولر وبيمشي معاها step by step. هنا كده زي ما كنا بنتكلم في الترديشنال نتورك على الستيتفول والستيتلس في الجزء بتاع الدي اتش سي بي، لو هنا برضو يعني سيميلر تو او شبيهه بيها. فبيقول لك دلوقتي ان الاجهزه بتاعتنا ديبندنت، يعني ايه ديبندنت؟ يعني معتمده اعتماد كلي على الكنترولر. عدم وجوده خلاص هيخلي الاجهزه دي مفيش اي قيمه لها. هنا بنسمي الديبندنت هنا بلغه الشبكات ستيتفول. طيب الابروتش الثاني اللي هو الديكلاراتيف، الديكلاراتيف هنا برضو الاجهزه اللي موجوده عندي بتعتمد على الكنترولر في اي ديسيجن هتاخده او في اي فورورد او راوتينج اكشن هتعمله، لكن بشكل مختلف على الامبيراتيف. بمعنى ايه؟ هنا الامبيراتيف كان لازم يسال عشان الراوتر مثلا يروح يسال عشان ياخد ستيب 1، ما يعرفش ياخد step 2 او الديسيجن بتاعه او routing action الا لما الكنترولر يقول له على step 2. هنا يقدر ياخد الاكشنز بتاعته او البروسيدجرز بتاعته، اللي هو الراوتر يقدر ينفذ الاكشنز بتاعته حتى لو حصل failure للكنترولر. ازاي؟ بيعتمد على الكنترولر، وازاي لو الكنترولر حصل له failure يقدر الراوتر ياخد الاكشنز بتاعته او ياخد الديسيجنز بتاعته. قال لك لان هنا الاعتماد على الكنترولر بشكل مختلف. الكنترولر هنا بيزود الاجهزه بتاعتنا بالبروسيدجرز او بالمعلومات اللي هم محتاجينها بشكل مسبق. يعني خلاص هو بيديله كده مجموعه من الاجراءات او الكوماندز او الانستراكشنز للراوتر، ويبدا الراوتر يخزنها عنده، فهي اوريدي بقت موجوده، هي فعلا بقت موجوده عند الراوتر. اللي ادهاله واللي زوده بيها هو الكنترولر. لو الكنترولر وقع، انا عندي الانفورميشن او البيسكس او الانستراكشنز او الكوماندز اللي انا عن طريقها اقدر انفذ الراوتينج اكشن بتاعتي او اخد الديسيجن بتاعتي بيزد عليها، لكن اصلا اللي ادهالي هو الكنترولر. فهنا الاعتماد على الكنترولر بشكل مختلف. فبيقولك ان الكنترول بلين resides within network devices، ان الكنترولر will declare the requirements of forwarding and routing decision. devices take decision based on pre instructions، يعني بيقول لك الانستراكشنز بتبقى موجوده بشكل مسبق واللي مديها لها الكنترولر، وان هي اتخزنت عند الاجهزه بتاعتنا. بيقول لك هنا انه الابروتش ده بقول عليه ستيتلس اندبندنت، يعني الى حد ما او ما بتعتمدش بشكل مباشر او بشكل فايتل على الكنترولر، بحيث ان هو لو حصل له فيلير الدنيا ما بتقعش، بيقدر يكمل وياخد الديسيجن بتاعته ويعمل الراوتينج اكشن.
الابروتش ده انا قلت على الامبيراتيف بطبقه لو الكنترولر بتاعي موجود معايا فعلا داخل الشبكه، سواء انا السيرفر بتاعي زي ما قلت قبل كده حط عليه السوفت وير، او سواء انا جايبه السيرفر بالسوفت وير بتاعه او بالكنترولر بتاعه. لكن الديكلاراتيف اقدر اطبقه لو انا بتعامل ريموتلي مع الكنترولر، يعني لو انا عامله له تأجير، يعني مأجراه اوفر الكلاود بتاعتي، بستخدم ساعتها الديكلاراتيف ابروتش مش الامبيراتيف ابروتش. قلنا ان سيسكو ادت لنا الكنترولر بتاعنا بيلتن او مع السيرفر، يعني السيرفر بالكنترولر بتاعه، مش هضطر ان انا اروح انزل له سوفت وير او هنزل له كنترولر. فبيقول لك انه دلوقتي السيرفر بتاع سيسكو اسمه دي ان ايه، اختصار لديجيتال نتورك اركيتكتشر. طيب ايه هو بقى الديجيتال نتورك اركيتكتشر؟ قال لك دلوقتي ان ان هو الدي ان ايه ده عباره عن سنترال اوتوميت ابلاينس، اللي هو ايه بالظبط؟ قال لك دلوقتي ان المفروض ان السيرفر ده اللي موجود عليه الكنترولر، المفروض ان هو الكنترولر اللي موجود عليه اسمه ايبك، اسمه ايبك، تمام. طيب الايبك ده بيعمل برضو المفروض الفانكشنز بتاعته او التاسكس بتاعته من خلال التولز اللي موجوده عليه. وقلنا انه كمان عندنا الابيك ده بتكون من، او الكنترولر ده اللي موجود على السيرفر بتاع سيسكو بتكون من جزئين، الجزء الخاص بالابيك والجزء الخاص بالان دي بي. تاني انا دلوقتي اتكلمت على الاوتوميشن وقلت ان الاوتوميشن فكرته سوفت وير بيعمل مانجمنت للنتورك كلها، وقلنا ان الكنترولر بتاعنا اما بيبقى سوفت وير بحطه على السيرفر بتاعي، او ان انا بيبقى عندي السيرفر بالكنترولر بتاعه، ما بضطرش ان انا اروح انزل عليه سوفت وير او احط له كنترولر. زي مين اللي عمل كده؟ سيسكو عملت كده، فكان عندها سيرفر عليه الكنترولر بتاعه او السوفت وير بتاع الكنترولر. السيرفر بتاع سيسكو ده اسمه دي ان اي، تمام، اختصار لديجيتال نتورك اركيتكتشر، تمام. طيب قلنا ان هناك بقى الكنترولر ده كان عبارة عن جزئين، جزء اسمه ايبك وجزء اسمه ان دي بي. وهنشوف الايبك ده عبارة عن ايه. قال لك الايبك اختصار لابليكيشن بوليسي انفراستراكشر كنترولر. طب والان دي بي نتورك داتا بلاتفورم. احنا قلنا طبعا انه دلوقتي الابك بيختلف ايه على ال NDP، او الجزئين هنا بتوع الكنترولر الفانكشنز او بتاعتهم ايه. قالك اول حاجة ال NDP مسؤول عن حاجة واحدة، مسؤول عن ان هو يعمل لك ترابل شوتينج، يعني بيعمل ديتكت للاشوز، وكمان بيقول لك ايه هي السولوشنز اللي تبقى سوتبل للمشاكل اللي موجودة عندك. طيب تمام، ده بالنسبه لل NDP اللي هو Network Data Platform. طيب الابك اللي هو Application Policy Infrastructure Controller، قال لك ده مسؤول ان هو طبعا بيقوم بالتاسكس بتاعته او الوظيفه بتاعته من خلال التولز اللي موجوده عليه زي البابت والتشيف والانسيبل. طب ايه هي اصلا الفانكشن بتاعته، الوظيفه بتاعته، ايه التاسكس اللي بيقوم بيها؟ قال لك بيقوم لي بالكونفيجريشن بتاعه الشبكه، كمان بيقدر يأمن لي السكيورتي، يعني جزء السكيورتي من الاختصاصات بتاعته او من الوظائف بتاعته، وكمان الكواليتي اوف سيرفيس. يبقى كل ده خاص بالابك، تمام. في السلايد ده في عندنا حاجه اسمها الانترنت بيسد نتورك. انترنت بيسد نتورك معناها شبكه بيحصل لها مانجمنت من خلال برنامج، اللي هو فعلا مين؟ الكنترولر، سوفت وير بعمل بيه مانجمنت للنتورك. معنى كلمه او معنى الترمينولوجي او المصطلح بتاع انترنت بيس نتورك، يبقى هي شبكه بحصل لها اداره عن طريق بروجرام او سوفت وير معين، شبكه تدار ببرنامج معين. لو رجعنا للفيجر ده اللي احنا كنا بنتكلم في البدايه خالص عليه كفكره عامه للاوتوميشن، لقينا ان الكنترولر بتاعنا هنا اللي هو بيقوم بالتاسكس بتاعته بيقول لك لازم يبقى فيه ابلكيشنز، تمام. الابلكيشنز دي الوسيط اللي ما بينه وما بين الابلكيشنز اللي انا هاخدها عشان انفذ الفانكشنز بتاعتي حاجه اسمها الاي بي اي. طب ايه هو الاي بي اي ده؟
ايه هي المهمه اللي بيقوم بيها؟ الـ API اختصار لـ Application Programming Interface. بيقول لك دلوقتي ده عباره عن ايه. قال لك ان ده عباره عن software. طب software ده بيعمل ايه؟ بيسمح للبرامج المختلفه او المواقع المختلفه ان يحصل بينها وما بين بعض communication، يقدروا يكلموا بعض. فبيقول لك ان انا عنده منه two types. ايه هي two types؟ قال لك اول حاجه الـ Internal API والـ External API او الـ Web Service API. برضو ايه الفرق ما بين الاثنين؟ بيقول لك دلوقتي انه انت مثلا كده على الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك، لو انت قاعد وفتحت الباوربوينت وبتعمل presentation، وفي البرزنتيشن دي محتاج ان انت تعمل insert لإيمج معينة. فانت دلوقتي لما بتعمل الانسرت للايمج دي اللي انت عامل لها داونلود بروجرام تاني، واللي انت حاططها في مكان تاني داخل الجهاز بتاعك، فانت هنا عملت كده كوميونيكيشن ما بين برنامجين مختلفين على نفس الجهاز. ده نوع من انواع الاي بي اي، او ان احنا نقدر نسميه انترنال اي بي اي. تمام. طب ايه هو الاكسترنال؟ الاكسترنال ان انا عندي مواقع مختلفه او برامج مختلفه لأجهزة برضو مختلفة يقدروا يكلموا بعض، مش مواقع مختلفة أو برامج مختلفة على نفس الجهاز زي الانترنال. قالك لأ، سيرفرات مختلفة بتكلم بعض، مواقع مختلفة بتكلم بعض. عايزين نقرب برضو فكرة الـ API ما هياش واضحة. طيب أنا دلوقتي لو دخلة مثلا على application زي الانستجرام، لما بتيجي تدخل لو انت مالكش اكاونت عليه، فبيقول لك ان انت هتعمل كرييت الاكاونت على الانستجرام، ولا هتدخل بالاكاونت مثلا بتاع الجوجل او الاكاونت بتاع الفيسبوك. ده معناه ايه؟ معناه ان هو دلوقتي بيعمل لك ريكوست، يعني بيقول لك انا عايزك تديني جزء من المعلومات بتاعتك. تمام. المعلومات دي سواء تخص الفيسبوك او الجوجل او اي اكاونت تاني بيبقى بيسابورت او بيشغل الخاصيه بتاعت الاي بي اي. ما هو لو ما قالكش ادخلي بالاكاونت بتاعت الفيسبوك، يبقى الفيسبوك ما بيشغلش الخاصيه بتاعت الاي بي اي. لكن هو هنا قالك اديني المعلومات بتاعتك من خلال، عملك كده ريكوست يعتبر، وقالك اديني البيانات او المعلومات بتاعتك من خلال الفيسبوك، يبقى الفيسبوك بيسابورت او بيشغل الاي بي اي، الخدمه بتاعت الاي بي اي او شغال بالاي بي اي. لو قالك الجيميل او الجوجل، يبقى هو دلوقتي شغال هو كمان بالاي بي اي. لكن لو الفيسبوك ما كانش بيشغل الاي بي اي، يعني انا دلوقتي عندي تو سيرفرز او مواقع مختلفه هتقدر تكلم بعض، فهي لو مش بتسبورت الاي بي اي ما كانش هيحصل بينهم فعلا كوميونيكيشن. تمام. ده لحد ما تقريب كده لمصطلح الاي بي اي. طيب لو هنتكلم على الانترنال اي بي اي، زي ما انا قلت دلوقتي وديت اكزامبل بي اللي هو الجهاز بتاعك، لو انت مشغل عليه برنامج ومحتاج ان انت تعمل بورت او محتاج ان انت تعمل كونكت مع برنامج تاني او حاجه تانية على الجهاز بتاعك، يبقى ده انترنال اي بي اي. او حتى على الفيسبوك نفسه، يعني انت دلوقتي لما بتدخل تقلب كده على الفيسبوك بتاعك ويبدا يجيب لك الحاجات الجديده، اخر البوستس، اخر اللي هو الفيديوز، الحاجات دي كلها، انت عارف ده بيحصل ازاي؟ ده عن طريق ان الموقع بيعمل ريكوست لنفسه فيجيب الجديد. هو بيجيبه منين؟ بيجيبه من الداتابيز بتاعت السيرفر. تمام. هيدي ويب بيج على السيرفر، فهي هيحصل ريكوست على الداتابيز بتاعت السيرفر، فتجيب منها كل البوستس. ما هي البوستس والحاجات اللي بتترفع بتتحط على الداتابيز بتاعت السيرفر نفسه، فبنسميها same origin policy، same origin policy. طيب لو انا دلوقتي هطلب معلومه او هعمل ريكوست لموقع تاني، يعني هتجيب الريبلاي بتاعتك من مكان تاني غير المكان اللي انت فيه، بنسميها another origin policy، another origin policy. تمام. يبقى هي دي الفكره بتاعه الاي بي اي. طيب قلنا انه الـ API اصلا هو عبارة عن ايه؟ عن software. يبقى بتكلم عن برمجة. طيب البرمجة دي اللغة اللي بتكتب بيها ايه؟ فبيقولك دلوقتي ان احنا هنا عندنا في الـ External او في الـ Web Service API، بيقول اللي هي بتحصل ما بين Remote Devices او ما بين Remote مواقع مختلفة او يعني برامج مختلفة، باستخدام الـ IP address. تاني الويب سيرفيس، ما هو
هو اي سيرفر بيكلم سيرفر بيحصل بينهم ريكويست ريبلاي اللي انا لسه بتكلم عنهم في الـ في الـ في الـ في الاكسترنال اي بي اي او في الويب سيرفيس. ما هو طبيعي جدا احنا عارفين ان جوه بيئه الشبكات اي حد عشان يوصل لحد بيبقى من خلال الاي بي ادرس. فبيقول لك هنا ان الستاندرد في الكتابه بتاعه الاي بي اي او في البرمجه بتاعه الاي بي اي هو اللي هو ال REST based API. هنفهم ده دلوقتي معناه ايه، وده بينقسم لشقين ال Northbound API وال Southbound API. تاني الجزء ده انا بقول دلوقتي انه انا مدام هتكلم عن برمجة يبقى لازم يبقى معايا لغة برمجية. فبيقولك ان ال REST ده عبارة عن الستاندرد او الاساس للغة البرمجية اللي بكتب بيها ال API اللي هي كانت عبارة عن الجافا سكريبت. تمام، قالك ال API ممكن نكتبه بالجيسون او ال XML. طب ايه حكاية بقى ال Northbound وال Southbound، يعني الدنيا هنا معناها ايه؟ لو بصينا كده هذا الكنترولر بتاعي، المفروض ان الكنترولر بتاعي بيحصل بينه وبين الاجهزه اللي هي موجوده في الانفراستراكشر او في ال SDN fabrics، بيحصل بينه وما بين بعض كوميونيكيشن او انتراكشن. مين فيهم اللي بيبقى ماستر، ومين فيهم اللي بيبقى ايجنت، او مين فيهم الكلاينت ومين فيهم السيرفر؟ قال لك هنا في الجزء اللي هو في الجزء الساوث باوند، قال لك هنا الكنترولر بيبقى عبارة عن الكلاينت والأجهزة بتبقى عبارة عن السيرفر. فقال لك ليه الأجهزة سيرفر وليه الكنترولر ده بيبقى كلاينت؟ قال لك مين اللي بيدي التاني المعلومات، مين اللي بيعمل الريكوست؟ قال لك الأجهزة، يبقى الأجهزة دي هي السيرفر. طب مين اللي هيستقبل؟ الكنترولر. يبقى الكنترولر هنا هو مين؟ الكلاينت. طيب في الجزء بقى اللي فوق في الجزء النورث، المفروض دلوقتي اللي هيبعت للابليكيشنز، ما هو المفروض ان الكنترولر ده عشان يقوم بالتاسك بتاعته او ينفذ المهمه بتاعته سواء كونفيجريشن او سكيورتي او ادمنستريتنج، كل ده من خلال الابليكيشن اللي هيروح يجيبها. فهو دلوقتي اللي هيطلب من الابليكيشن، فهو دلوقتي اللي هيبقى السيرفر، او هو اللي هيحدد للابليكيشن، يعني هو اللي بيبقى هنا اللي بيديه الحكايه او اللي بيحدد هو عايز ايه. ففي الحاله بتاعه النورث باوند بيبقى الكنترولر هنا هو السيرفر، والاس دي ان ابلكيشن بيبقى هو مين؟ بيبقى هو الكلاينت. يبقى في فرق ما بين الساوث باوند والنورث باوند بالنسبه للكنترولر. الكنترولر بيبقى في الجزء بتاع الساوث باوند بيبقى هو الكلاينت، والاجهزه بتاعتي بتبقى هي السيرفر. اما بالنسبه في النورث باوند الوضع هنا بيبقى فايس فيرسا، بيبقى الوضع معكوس، يعني بيبقى عندي الكنترولر هو السيرفر، والاس دي ان ابلكيشن هي الكلاينتس اللي هتتعامل مع السيرفر عشان البروسيس اللي ما بينهم تقدر تتم او تتنفذ. يبقى في الجزء الساوث الاجهزه هنا او الان ديفايسز او الانفراستراكشر بتبقى هي السيرفر والكنترولر هو الكلاينت، و في الجزء النورث بيبقى الاجهزه برضو عندي بتبقى في الجزء النورث، لان طبعا دي بروسيس متكامله او يعني بيكملوا بعض، بتبقى هنا هي الكلاينتس والكنترولر هو السيرفر لان هو اللي هيبعت البيانات ليها. في الجزء الساوث المفروض انه الاجهزه هي اللي بتبعت البيانات للكنترولر، لكن لما بقى بيجيب الابلكيشن اللي هنطريقها هينفذ المهمه بتاعته وخلاص نفذ المهمه وهيبعت بقى ريزلتس او هيبعت الحاجه اللي المفروض الاجهزه دي هتنفذها، في الحاله دي بيبقى هو هنا ايه؟ السيرفر. يعني هو بيبقى السيرفر في الجزء النورث لانه خلاص عارف الفانكشن اللي هيعملها ايه، بيروح يجيب الابلكيشن اللي هينفذها، وبعد كده خلاص يبعت الريزلتس الحاجه اللي هتتنفذ هيبعتها لمين؟ للان ديفايسز او للاجهزه. في الحاله دي الاجهزه بتبقى هي الكلاينتس وهو السيرفر. اما في الساوث لسه الاجهزه هي اللي بتطلب منه، هي اللي بتبعت له البيانات، ففي الحاله دي بتبقى الاجهزه هي السيرفر وهو بيبقى الكلاينت.
زي ما قلت ان ال REST او الريست، الريست دي هي عبارة عن الستاندرد للكتابة البرمجية بتاعة او اللغة البرمجية بتاعة ال API، وهي كمان الستاندرد في طريقة الكوميونيكيشن اللي بتحصل ما بين البرامج المختلفة او المواقع المختلفة في الطريقة بتاعة ال External او ال Web Surface بتاعة ال API، او في النوع التاني برضو هي بتبقى الستاندرد للكوميونيكيشن اللي بيحصل ما بين البرامج المختلفة على نفس الجهاز او على نفس السيرفر بتاعنا. بيقول لك ان ال API اللي هو ال Application Programming Interface بيتكتب بلغة برمجة، تمام، ما هو لازم، ما هو عبارة عن برمجة. اللغة دي اما XML او JSON. ال API بيستخدم السيرفر والكلاينتس زي ما شفنا العلاقة اللي ما بين الكنترولر وما بين الان ديفايسز، في واحد فيهم في جزء معين بيبقى سيرفر والتاني يعني في الساوز بيبقى الان ديفايسز هي السيرفر والكنترولر هو الكلاينتس، والوضع بيحصل له انعكاس او بينعكس في الجزء اللي هو الساوز، الجزء اللي هو النورث بيبقى الكنترولر هو السيرفر والان ديفايسز هي الكلاينتس. فعشان كده بيقول لك بيستخدم المبدا بتاع الماستر والايجنت او السيرفر والكلاينتس. هنا بقى بيقول لك ان الكنترولر بيكون هو السيرفر والابس هي الكلاينتس، ده في الجزء بتاع النورث. بيقول لك في الساوث يبقى النتورك ديفايسز هي السيرفر والكنترولر هو الكلاينتس. بقول لك if we have cluster اللي هي الكلاستر DNA communication between different DNA using API، يعني بيقول لك دلوقتي لو انا عندي اكتر من سيرفر هيكلموا بعض، فانا بسميهم اكتر من سيرفر يعني groups يعني cluster. فبيقول لك هنا اكتر من سيرفر عليه controller، ما هو معنى DNA ان انا عندي مجموعه من السيرفر وكل سيرفر بيبقى بيستن معاه الكنترولر بتاعه عشان يحصل بينهم communication. يبقى هما دلوقتي عبارة عن أجهزة مختلفة، برامج مختلفة، صح؟ هيحصل هنا التواصل أو الكوميونيكيشن من خلال الـ API. فبيقول لك هنا نتكلم على الـ REST-based API اللي هي الستاندرد بتاعت الـ API كتواصل ما بين الأجهزة أو البرامج وكلغات برمجة. فبيقول لك هي اختصار لـ Representational State Transfer API. بقول لك هي عبارة عن الستاندرد بتاعت ال data structure between the applications وال controllers وال nodes mostly found in northbound، يعني بتبقى موجودة في الجزء اللي هو ما بين ال controller وما بين ال applications. Utilize HTTP verbs اللي هو HTTP verbs لما بتيجي تعمل request to reply، لما تيجي تعمل request to reply بيبقى عندنا حاجة اسمها post و get و post و delete. delete ان انت بتمسح الحاجة، بوست انه انت دلوقتي زي ما قلت مثال الفيسبوك ان انا دلوقتي بشير بوست، البوست ده بيتحط في الداتابيز، ده معنى كلمة بوست، ان انا الحاجة اللي عايزة اعملها ابلود بتتحط في الداتابيز بتاعت السيرفر ده. جيت اللي هي ريد يعني روح هاتلي، انا كده بعمل ريكوست، معنى كلمة جيت ان انا بعمل ريكوست عشان اجيب الحاجة دي اعملها امبورت او اجيبها من المكان اللي هي متخزنة فيه، تمام. put اللي هو زي write، delete اللي هو خلاص، او put اللي هو بجيبها عشان احطها في مكان معين، delete ان انت بتحذف الحاجة دي. بيقولك developed using CRUD اللي هو create read update delete، تمام. البداية لما قلنا ان الكنترولر هو اللي بيعمل مانجمنت للشبكة، قلنا ان هو بيقدر يعمل ده من خلال التولز اللي موجودة عليه، وقلنا لايك ايه، زي ايه، زي التول ايه، هي التولز اللي موجودة على الكنترولر بتاعي، البابت، التشاف، الانسفال، تمام. فبيقولك دلوقتي انه التولز دي انا بكتب جواهم الكونفيجريشن او البوليسي اللي انا عايزة انفذها. يعني ايه بكتب جواهم؟ من خلال ال CLI او ال GUI اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس او ال command line interface. تاني يبقى دلوقتي المفروض انه الكنترولر بتاعي بيقوم بالتاسك بتاعته اللي هي المانجمنت للشبكة من خلال التولز اللي موجودة عليه. التولز دي لها انواع كتير، منها البابت والانسبل والتشاف. بدخل جوه التولز دي واكتب جواهم من خلال ال CLI بتاعتهم او ال KUI، تمام.
المفروض ان جوه التول دي انا هكتب لغه برمجه. يعني انا دلوقتي التولز دي هتتفتح لي سي ال اي كوماند لاين انترفيس او هتتفتح لي جي يو اي، وانا هدخل اكتب ايه؟ هكتب لغه برمجه جواهم، اما اكس ام ال او جيسون. هنا ان التولز دي بستخدمها عشان اعمل فاسيليت تيسير او تسهيل للاوتوميشن في الانفايرمنت اللي بتبقى كومبلكس، يعني في بيئه الشبكات او في البيئه بتاعه الاي تي ممكن يكون عندي ابلكيشن الانفايرمنت بتاعتها بتبقى معقده، فالمفروض ان التولز دي بستخدمها عشان تسهل لي الدنيا. يبقى هي عباره عن تولز بتفتح لي من خلالها جي يو اي او سي ال اي، بكتب فيه الكوماندز اللي احنا عايزينها عشان ننفذ التاسك بتاعتنا بلغه برمجه اما اكس ام ال او جيسون. طب هو ايه الفرق ما بين الثلاثه تولز اللي موجودين عندنا اللي هو التشيف والبابت والانسابول؟ ايه هو الفرق بين الثلاثه دول؟ في عندنا فروق كتيره، منها الكونفيجريشن لانجويج. يعني ايه؟ مش اللغه اللي انا بدخل اكتب بيها داخل التول. ما احنا قلنا ان الثلاثه بدخل لما بتتفتح لي سي ال اي او جي او اي بدخل اكتب ام اكس ام ال او جيسون، لكن بيقول لك اللغه البرمجيه اللي اتعملت بيها الانترفيس الجي او اي اللي بتتفتح لي هي معموله باي لغه برمجيه، فقال لك بتختلف. في البابت بروبي، في التشيف بروبي، في الانسبول بحاجه اسمها يامل. يبقى دلوقتي الاختلاف في اللغه البرمجيه اللي اتعملت بيها الواجهه بتاعه كل تول من التولز اللي موجوده عندي. دي حاجه. بعد كده بيقول لك ايه الاركتكتشر بتاعه كل تول من التولز اللي موجوده عندي. يعني ايه؟ يعني في تول بتعتمد على الفكره بتاعه الماستر والايجنت اللي هي الكلاينت والسيرفر، وفي تولز بتعتمد على الايجنت لس. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها ان عندي كلاينت وعندي سيرفر، لا، انا بدي اللي عايز يطلب مني ريكوست واعمل له ريبلاي وخلاص. يعني ايه برضو الكلام ده؟ مش فاهم ايه الفكره او الابروتش بتاعت الماستر ايجنت وايه الفكره بتاعت الايجنت لس. مش المفروض ان الاجهزه، المفروض عندي انه الاجهزه بتبدا تبعت لي الكنترولر ان هي عايزه تنفذ تاسك معينه، تمام؟ الاجهزه هنا بتبقى هي عباره عن ايه؟ مش احنا كان عندنا من شويه الساوث باوند والنورث باوند؟ فلما الاجهزه هي اللي تبعت هتبقى الايجنت، لان قلنا هي السيرفر هي بتبعت البيانات، ولما الكنترولر بيستقبل التاسك اللي هم محتاجينها منه بيبقى هو فين؟ بيبقى هو الماستر. الايجنت بمعنى الكلاينت، ففي عندنا جزء معين بتبقى الكنترولر فيه هو الايجنت، وبيبقى الاجهزة اللي عندي بتبقى هي الايجنت، تمام؟ طيب الماستر بمعنى السيرفر والايجنت بمعنى الكلاينت. فهو دلوقتي بيقول لك مين الماستر ومين الايجنت. فاحنا قلنا قبل كده انه في جزء بيبقى الاجهزة هي الماستر، وفي جزء بتبقى الاجهزة هي الكلاينت، والعكس مع الاجزاء اللي هي النورث او الثاوز. وقلنا طبعا ان عشان كده البابت والتشيف بتستخدم الابروتش بتاعت الماستر والايجنت، تمام؟ اما الانسبول هنا ما بيستعملش الابروتش ده، قال لك لا، هو هنا بيعتبر الماستر او السيرفر اللي دلوقتي بطلب منه اي حاجة بيديها له من غير ما يعتبره، يعني بيعمل بوش، بيدفع للأوامر بشكل كلي. يعني ايه برضو؟ معنى هنا pull و push، ايه هو الفرق بينهم او الدنيا على ايه؟ pull يعني انت بتعمل request وانا بعمل لك reply، انت ما انا master وانت agent، او انا agent وانت master. push اللي هو من غير ما تعمل، من غير ما تبقى انت agent او انا master، لا، اللي انت بتطلبه مني ببدأ اديهولك. بيعمل writing للحاجة او بيديك push، يعني بيديك الحاجة، دفع للحاجة. pull يبقى انت لازم تطلب عشان اديك، تمام؟ كمان هنا ال installation process. ايه هي بقى ال installation process دي؟ هو انا دلوقتي بتعامل مع الكنترولر، الكنترولر ده ممكن يحصل عليه اتاك، ممكن يحصل عليه بروسيس كتيره جدا عشان هو سنترال بوينت، من السهل ان انا او اعمل له فيلير. فالمفروض انه مش من حق
اي حد ان هو ياكسس عليه، مش من حق اي حد يعمل له ريكوست. ففي عندي بروسيجرز كومبليكيتد جدا عشان اقدر اتحقق منك انه انت مسموح لك ان انت تعمل لي ريكوست، مسموح لك ان انت تطلب مني حاجه، مسموح لك ان يبقى في بينا كوميونيكيشن. فهو ده التايم انتنسيف اللي بيحصل في التولز بتاعه البابت والتشاف. لكن الانسبل ما عندوش الجزء بتاع السكيورتي ده او الجزء بتاع التحقق. فبتلاقي هنا ان العمليه او الانستليشن بروسيس بتبقى عمليه فاست سريعه. تمام. طيب الامبلمنتيشن بقى ازاي بقدر اعمل تطبيق للاس دي ان؟ زي ما اتكلمنا في الديكلاراتيف وفي الامبيراتيف، بيقول لك دلوقتي ان الانسبل والبابت المفروض ان هو ديكلاراتيف. يعني ايه ديكلاراتيف؟ نفتكر كده تاني مع بعض، انه دلوقتي المعلومات او البيانات او الانستراكشنز الكوماندز اللي بتبقى متاحه للراوتر عشان يعمل الراوتنج اكشن بتاعه بتبقى واخدها من الكنترولر بشكل مسبق، هي اصلا متخزنه عنه، فلو حصل له فيلير هو اوريدي شغال، ما عندناش مشكله معاه. ده فين؟ ده في الانسيبل والبابت. البابت والانسيبل بيتعاملوا بالطريقه الديكلاراتيف. الامبيراتيف بقى في التشيب قال لك لا، التول دي بتعتمد انه لازم انه في كل كبيره وصغيره الاجهزه بتعتمد على الكنترولر، لو وقع خلاص الدنيا كلها بتقع وببقى باورلس. كل اللي انا اتكلمت عليه ده هي كل المعلومات عن الاوتوميشن، ومنها دخلنا على الجزء بتاع البروجرامابيلتي وفهمنا الدنيا بتمشي ازاي. طبعا انا حاطه في الباوربوينت او في البي دي اف معلومات زياده للاطلاع. في كمان يعني تولز جديده عامله كومباريزون ما بين التولز اللي احنا عرفناها وما بين تولز ثانيه، ويعني الى حد ما انفورميشن خاصه بالبروجرامينج. طبعا ده للتوضيح بشكل كبير، لكن دي المعلومات الأساسية في الجزء الخاص بالأوتوميشن. و يعني أتمنى يكون الجزء ده واضح إلى حد كبير.